بالنسبة للرسالة رقم واحد بخصوص هيئة الزراعة والإخوان طالبين تمديد، هم وصل لهم بصراحة الوقت كافي، ولكن إن شاء الله يكون آخر تمديد، لأن يجب أن نطلع على التقرير قبل فض الانعقاد. بعدين هيئة الزراعة المفروض كذلك أن وزير النفط المعني عن الزراعة لمتى الآن وهي شاغرة بدون مدير لها عمل الزراعة؟ ما نعرف وزير النفط، أنت لحد الآن ما اتخذت قرار في تعيين الهيئة عامة الزراعة، المفروض تتخذ قرار، وكذلك تتخذ قرار في كذلك تشكيل قيادات النفطية. أنت وزير نفط مشكلتك قاعد تريح دائما في اتخاذ قرار. المفروض هيئة الزراعة تعين تختار القيادات النفطية. الوزير اللي قبلك وزير مستقيل غير القيادات وهو مستقيل، أنت وزير على رأس العمل، المفروض أنك تغير في القيادات النفطية، اتخذ قرار، أغلبية أعضاء مجلس الأمة معك، لذلك غير. الآن أصلا ما في تجانس ما بين الوزير وبعض القيادات النفطية، فيفترض أن وزير النفط عليك أنك تبدأ وتغير من الآن، مثل ما غيرك قاعد يسوي حاليا. هذه وزيرة الشؤون عدلت وغيرت وحطت المقربين والمحسوبين عليها، أنت رجاء قاعد بالنسبة لك قاعد مطلوب منك كقيادات نفطية. فبالتالي يا وزير النفط لا ترد عليهم، ابدأ وغير في قيادات النفطية، لأن اللي عارفه فعلا ما في تجانس ما بين قيادات النفطية ووزير النفط.